أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 58.94% في شهر أغسطس، ليتجاوز بذلك التوقعات ويسجل ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي. وارتفع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 5.89% على أساس شهري في أغسطس، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 49.41%. وينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا ربيع صعوب. ربيع، أزمة التضخم تتسارع على ما يبدو في تركيا، لو أطلعتنا على آخر البيانات وانعكاساتها على أساليب الحياة المختلفة في البلاد. نعم، يبدو أن طريق محمد شمشك وزير الاقتصاد الجديد ليس معبدا بالورود. ارتفاع كبير على أسعار التضخم يصل إلى 10 نقاط ما بين شهر تموز والشهر الماضي. قاد هذا الارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم التي وصلت إلى 90%. نتحدث عن نسب تضخم كبيرة للغاية يلمسها المواطن هنا. المتاجر الكبيرة هنا ترفع أسعارها بين كل شهر وشهر، حتى أن بعضها يرفع الأسعار بشكل يومي ضمن متابعة حكومية لهذا الارتفاع بالأسعار. الحكومة تتحدث عن أن المتاجر ترفع أسعارها بدون إعلان، وهذا ما لمسه كثير من المواطنين ودعت المواطنين للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار. بالتالي ارتفاع الأسعار هنا أبرز ما يميز الحياة اليومية. نتحدث عن ارتفاع في أسعار الخدمات، الإيجارات، أسعار العقارات، السيارات، الوقود، وكل شيء يلمسه المواطن في مناحي الحياة هنا في تركيا. بالتالي وزير الاقتصاد تحدث عن أنه يتسلح بالصبر وأن أرقام التضخم كبيرة للغاية مع هذا الارتفاع الكبير الذي ربما فاق توقعات الوزير نفسه. نتحدث عن نسبة قاربت على 60% بعد أن كانت 50% الشهر الماضي. ربما هذا الارتفاع يندرج تحته أسعار المطاعم التي ارتفعت بشكل كبير. الحكومة تعمل على خفض هذه النسبة وفق الوزير الذي غرد عبر موقع إكس وقال إنه يتسلح بالصبر وإنه خسر معركة ولكنه لن يخسر الحرب مع التضخم. تحدث الوزير عن أنه سيخفض التضخم حتى نسبة تزد تصل إلى أقل من 10% مع بداية 2024. طب ربيع، يعني هل من خطة حكومية ملموسة يعني تم التحدث أو الإعلان عنها لمعالجة أزمة التضخم تلك، أو حتى الفترة الزمنية التي سيتم تدارك هذه الأزمة خلالها؟ نعم، أبرز معالم الخطة الحكومية أولا سياسة التجديد النقدي، وهي التي فرضتها عبر رفع الفائدة بشكل كبير والتركيز على المعاملات المالية لدى المؤسسات الحكومية. سياسة التقشف التي أعلن عنها الوزير أيضا وفرضها على المؤسسات المالية ودعاها إلى إلغاء المصاريف غير اللازمة في هذه المرحلة، خصوصا أننا نتحدث عن خسائر للزلزال فاقت 100 مليار دولار، وهو ما تسعى الحكومة إلى تجنبه في المرحلة القادمة. الحكومة الآن تتسلح ب الفائدة وهو عكس رغبة الرئيس التركي فيما مضى. وصلت أسعار الفائدة إلى 25%، وهي ربما مرشحة للزيادة لوقف التضخم الذي يكبر شيئا فشيئا في كل شهر في تركيا. بالتالي الحكومة تقول إن هدفها الرئيسي الآن هو خفض التضخم إلى ما دون 10% بأسرع وقت ممكن، ضبط سعر الليرة التركية الذي وصل إلى 26 ويتجه إلى 27، والتوقعات إلى أن يصل إلى 30 مع نهاية هذا العام، وقف الارتفاع الفاحش في أسعار كثير من المنتجات هنا في تركيا التي أصبحت أداة استثمارية. شكرا لك ربيع لإطلاعنا على كل هذه التفاصيل.